في المرحله اللي احنا اللي فاتت علينا كلنا كعمال، انا كعامل من العمال اللي شاركوا في الثوره وعلاقه العمال فعلا بالثوره، وازاي المد للحركه العماليه اثناء المد الثوري، وبيبقى في جذر للحركه العماليه اثناء الجذر الثوري. اللي حصل كان في 25 يناير، طبعا ما كانش وليد اللحظه، وكان من قبله كان تقرر برضو مع عمال غزل المحله بروبه مصغره ل 25 يناير، او نقدر نقول 28 يناير اللي هي جمعه الغضب، تقررت في غزل المحله قبل كده، وعمال غزل المحله ضربوا ارض على الامثله للتضحيه وللثوره في مصر. كان العمال في مصر، وانا هتكلم عن قطاع اسكندريه بالاخص، ما كناش نعرف فكره النقابه المستقله او تنظيم النقابي عموما. انا كعامل من العمال اللي موجودين في شركه في المنطقه الحره، منطقه صناعيه هيئه الاستثمار، ما كناش نعرف ان ممكن يكون العمال في شركات القطاع الخاص لهم تنظيم. ما عرفناش الكلام دوت غير بعد 25 يناير، بعد احداث 25 يناير، بعد اسقاط مبارك، بعد المد الثوري، وطول ما الثوار كانوا في الميدان كان العمال في تقدم مستمر، وكان رجال الاعمال بالتالي على طول بيتراجعوا قدام تقدم العمال طول ما في مد ثوري، وده كان واقع. ولذلك احنا قدرنا من بعد 11 فبراير لحد وصول الحكم لحد انتخابات الرئاسه، قدرنا احنا في اسكندريه نكون عده نقابات مستقله، ومش اسكندريه بس، احنا بنتكلم على مصر كلها، عده نقابات مستقله. هو فعلا يعني ممكن نقول ان النقابات المستقله دي فيها الصالح وفيها الطالح، ولكن احنا قدرنا يحصل في تنظيم نقابي عماني في مصر، ودوت نقدر نقول ان هو من اهم مكتسبات ثورة يناير، واللي هو بيحصل عليه هجوم دلوقتي من وزيرة القوى العاملة ومن الحكومة على النقابات المستقلة، لأنهم هم شايفين إن النقابات المستقلة ابتدت تشكل خطر حقيقي على الاستثمار في مصر، وعشان كده هم عايزين يقضوا على النقابات المستقلة اللي هي بتطالب بحقوق الغالبية العظمى من الشعب المصري اللي هم العمال. فضلنا في التقدم الثوري دوت ومعاه التقدم العمالي لحد ما حصل انتخاب اول رئيس بعد الثورة. بعد الانتخاب اللي هو رئيس اللي كان بيقال ان هو رئيس ثورة لرئيس جماعة الاخوان المسلمين، اللي هو عضو جماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي، بعد الانتخاب ابتدت تحصل التقدم العكسي بقى، الثورة المضادة، ان يحصل ان العمال تبدا الحركة بتاعتهم تتراجع، ويبدا حركة رجال الاعمال وحركة الدولة والقمع يبدا هو اللي يتقدم. بدا الكلام دوت في اسكندريه، او اقدر امثله بمثالين، وده مثال للمثال مش الحصر. المثال الاولاني كان بعد حضور محمد مرسي مع رجال الاعمال، وكان من ضمن الحضور هو محمد فرج عامر، وابتدى يحصل فصل مجموعه من العمال في شركه فرج الله، والقبض كمان على مجموعه من العمال، واتهمهم بالتخريب، ورفع قضيه على العمال بغرامه تتجاوز ال 10,000 جنيه يعني. وحصل الكلام دوت في موقع تانية برضو في اسكندريه، ان شركه اسكندريه اسمنت تيتان، ان يحصل فض الاعتصام بتاعها بالقوه بالكلاب البوليسيه، والكلام دوت اللي ما حصلش من قديم الازل، يمكن ما حصلش من ايام شركه حلوان الحديد والصلب في حلوان. ودوت اللي بيثبت ان طول ما في استقرار للطبقه الحاكمه بيحصل تراجع للثوره وتراجع للعمال، وده اللي بيثبت لنا ان ما فيش حاجه اسمها نستقر عشان عجله الانتاج تمشي، بل بالعكس، يعني هو الدوله بتبقى عايزه الاستقرار عشان رجال الاعمال يقدروا ينهبوا فينا اكتر، ويقدر الفساد يستمر اكتر، ولكن العمال عشان ياخدوا حقوقهم في ظل الاستقرار اللي الدولة عايزاه، ده ما بيحصلش. اللي بيحصل عكس ذلك تماما. الاستقرار اللي احنا بقى كعمال عايزينه هو استقرار العدالة الاجتماعية، لأن هو طول ما هو ما فيش عدالة اجتماعية عمر ما هيكون فيه استقرار حقيقي.
انا كنت امثل الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. يعني كان في بعض الزملاء كان بيتكلموا عن عصر العبوديه، انا كنت بقول ان الوضع اللي احنا فيه دلوقتي يمكن اسوأ من عصور العبوديه، وان ما كنتش ببالغ في الكلام دوت، لان لو قارنت ما بين عصر العبوديه والعصر اللي احنا فيه دلوقتي الراسماليه، احنا في عصر العبوديه كان العبد بيشتغل وبياكل وبيشرب وبينام وبيلاقي سكن. النهارده العامل بيشتغل وبياكل وبيشرب بالعافيه وممكن كمان ما يلاقيش سكن. يعني هو في حاجات في المقارنه هنلاقي ان احنا في اسوأ العصور الانسانيه على الاطلاق. النهارده ابتدى يحصل هجوم على النقابات المستقله، ابتدى يحصل قبض امنيه في اسكندريه. طبعا يمكن الزميل ذكر شركه اسكندريه الغاز عبود والضرب الرصاص على العمال، وان في زميل لنا زميل محمد كمال يعني ربنا يعافيه هو لسه لحد الوقت الحالي مصاب من طلقات الرصاص اللي اطلقت عليه، وان هم مضوا العمال بالقوه او بالقوه الناعمه اللي هو التهديد ان هم يقولوا ان اللي ضرب النار دوت جهه غير معلومه. دي حقيقه حصلت فعلا في اسكندريه، وده اللي بيثبت ان احنا طول ما بيبقى في استقرار في طبق الحكمه بيبدا ان العمال يتراجع حقوقهم وتبدا القبضه الامنيه تزيد اكتر على العمال. مرورا باخر مراحل القبضه الامنيه اللي يحصل امبارح مع عمال البحيره، عمال المخابز في البحيره، الكمين اللي حصل لهم والقبض على العمال بالطريقه ديت. فنقدر نقول ان احنا وصلنا لمرحله في الثوره لتراجع الثوره وتراجع الحركه العماليه، وده لعده اسباب. نبدا الاسباب ديت من بدايه 18 مارس 2011، من اول ما طلبوا من جماعه الاخوان المسلمين وطلبوا من الدوله اتحدت، هي الجيش ممثله في الجيش يعني اتحدت مع جماعه الاخوان المسلمين وطلبوا من الثوار ان هم يتركوا الميدان، وطلبوا من العمال ان بلاش مظاهر احتجاجات فئويه، وان الحقيقه ان الاحتجاجات الفئويه ديت هي اللي نجحت الثوره، لان انا ما بعتبرهاش هي احتجاجات فئويه قد ما بعتبرها هي دي مطالب الشعب. مطالب الشعب ديت بتتمثل في ان العمال كل عامل في داخل القطاع بتاعهم بيطالب بالعداله الاجتماعيه داخل القطاع، وبيطالب بان هو يزيح راس النظام عن طريق ازاحه القطاع رئيس القطاع اللي موجود في القطاع اللي هو شغال فيه. ده بيكون من الممثل لحسني مبارك والنظام الفاسد في القطاع اللي هو شغال فيه. وابتدى ينخدع الشعب فعلا في باللغه الاعلاميه ان فعلا احنا عايزين نتقدم لقدام عشان عجله الانتاج وعشان يحصل استقرار وعشان عايزين يحصل تغيير في البلد. وانخدع فعلا الشعب دوت، والخداع دوت بسبب الآلة الإعلامية الجبارة للدولة متفقة معاها جماعات الإسلاموية، جماعات الإخوان المسلمين أو الجماعة السلفية، كانوا بيتفقوا في النقطة ديت إن هم بيتكلموا على طول عن العمل عن العمل. طب والعمل من غير عدالة يبقى يحصل تقدم إزاي؟ ما بيحصلش أي تقدم. وكانوا ابتدوا يكونوا حتى لجان إن هم يروحوا يتفقوا مع العمال إن بلاش احتجاجات فئوية في الوقت الحالي. وطبعا ده من أفشل اللي حصل من بعد ثورة 25 يناير. استمر الوضع ان الآلة الإعلامية للدولة متفقة معاها الآلة الإعلامية للجماعات الإسلاموية ان هي تحاول تشوه صورة الاحتجاجات العمالية وتسميها بان هي احتجاجات فئوية، ومطالبة الإخوان المسلمين والجماعات الإسلاموية بتراجع شباب الثورة من الميادين عشان خاطر إن احنا نبدأ نعمل دولة حديثة ومصر الحديثة والأحلام الجميلة دي اللي احنا كلنا بنحلم بيها. وقالوا إن احنا لازم نتراجع من الميدان في 18 مارس، وبدأ التفتيت للنواة الثورية، وده يمكن بسبب غياب الحزب الثوري اللي يقدر يقود الجماهير في الوقت دوت، غياب قوة الحزب الثوري اللي موجودة ما بين الجماهير في الوقت ده. واستمر الكلام دوت بتراجع
الحركة العمالية والحركة الثورية مع بعض لحد في قمة تراجعه لحد النهاردة بقى ان وصلت للقمة في التراجع. هو يمكن في فترة ما بين 11 فبراير لحد تولي محمد مرسي الرئاسة كان في احتجاجات عمالية وابتدينا يحصل مكاسب، ولكن الكلام ده كان بيحصل على محورين او مرتكزين. التحرك العمالي كان بيكون يا اما تحرك بلا وعي او وعي بلا تحرك، والاثنين دول من غير بعض يعني استمرار من غير ما يكونوا موجودين مع بعض او مترابطين مع بعض ترابط قوي ما بيحصلش تقدم حقيقي في الحركة العمالية. ولذلك بنلاقي ان في فعلا حركات عمالية شديدة وقوية جدا، ولكن في النهاية بتنتهي بتحقيق قدر ضئيل جدا من المكاسب، وده يمكن عشان غياب التنظيم الواعي الحقيقي اللي ما بين العمال. ده نقطة. أو نقطة تانية بيكون فيه فعلا وعي حقيقي ما بين العمال بس ما يقدروش يتحركوا بسبب القبضة الأمنية اللي حاصلة في أو غير القبضة الأمنية، أو ممكن يكون الموضوع خوف من ان هم يتحركوا تحرك حقيقي. النهاردة بنقول ان خلينا نتكلم في بكرة ممكن ايه اللي يحصل، خلينا نتكلم في ازاي ممكن الحركة العمالية تقدر تحقق مكاسب اكتر. الحركة العمالية عمرها ما هيتحقق مكاسب اكتر غير لما يتحد العمال كلهم ويكون عندهم الوعي الثوري الحقيقي، ويعرفوا ان العمال هم الاغلبية، ويعرفوا ان العمال هم الاقوى، ويعرفوا ان العمال هم من غيرهم الدولة لا ما تقدرش تتحرك، لان العمال هم بالحقيقي كان المشارك الحقيقي في ثورة 25 يناير، واقوى ذراع لثورة 25 يناير هي كانت العمال، لان لولا الاضرابات وموجة الاضرابات اللي حصلت في شهر ان النظام اتشل، وان فعلا اسقطوا اقوى انظمة موجودة في الشرق الاوسط هو نظام مبارك، ما كانوش قدروا يسقطوه غير بموجة الاضرابات العمالية. وبرضه بعد كده لما حصل اضرابات فبراير اللي حصل اللي اتشال فيها الوزاره ما حصلش ان يعني قوه العمال هي اللي بتقدر تغير، وقوه العمال مع اتحادهم مع وعيهم هو اللي بيقدر يغير، وهو اللي هيقدر يغير في الموجه اللي جايه. ولازم احنا نكون مستعدين لدوت ونبني ده. نبني دوت ازاي؟ نبني دوت عن طريق ان احنا كل واحد يقدر يعمل ينشر الوعي جوه مصنعه او جوه المكان اللي هو قاعد فيه، بنشر الوعي دوت وان هو يعرف العمال ان هم فعلا قوه، ويعرف العمال ان هم فعلا يقدروا يغيروا، ويعرف العمال ان هم فعلا ان الزراعة الحقيقي ثوره 25 يناير، ويعرف العمال ان هم فعلا المجموعه الحقيقيه اللي قدرت تزيح كمان حكم مرسي في 30/6، وان اللي استولى على الحكم بعد كده لما احنا حصل تقدم اللي استولى على الحكم بعد كده او اللي استولى على الثوره بعد كده سواء في 25 يناير اللي استولى على الثوره بعد كده كان اتفاق ما بين قيادات القوات المسلحه مع جماعه الاخوان المسلمين، واللي استولى على الثوره بعد كده في بعد 30/6 كانت قيادات القوات المسلحه، ومع ان الثوره المالك الحقيقي ليها هم العمال، والمالك الحقيقي ليها هو الشعب. وشكرا.